عساد غلطة من بونير، عساد على الجهة اليسرى، عساد مع بلومي، عساد يدخل داخل المنطقة يسجل، والهدف أول هدف حقيقة عساد. كانت لقطة قوية، لقطة جميلة في الدقيقة 15 من الشوط الأول. هذا بلومي كان ذكي ومرر الكرة كما ينبغي لعساد. مجادي كاراغان يفتح في اتجاه الهجوم من وجود ستابلتون ودالي، وسرباح رائع، سرباح يخرج الكرة من المنطقة، هدف لهدف مع المنتخب الوطني، ماهيش سهلة بالنسبة لبيرو. وهذا ماجر على الجهة اليمنى بعد التوزيعة الذكية من عساد. ماجر على الجهة اليمنى، ياجر أمامه بن شيخ علي، ماجر يراوغ يقذف ماجر كويس. شوف الإعادة نتاع اللقطة هذه في مقابلة العودة في قسنطينة، شوف ماجر يراوغ ويفضل يقذف قذفة قوية الحارة. نشوف